السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى يبقى الصوت واصل كويس. معلش بقى النهاردة ايه من العربية عشان البهوات عاوزين يروحوا النادي ويلعبوا في مش عارف النادي ومش عارف ايه وبتاع. انا مش عارف انا انتوا سامعيني كويس ولا لأ. جمعة كريمة وجمعة فاضلة عليكم ان شاء الله. يوم الجمعة بعد الصلاة وفنجال جلال. مغير شوية اللوكيشن، لو حد سمعني يا ريت يقول لي بس ان انا سامعك. بحاول احسن الامور شوية. اوكي، لو حد سمعني كويس الصوت، لو كويس بس اكدوا عليا ان الصوت كويس، ده اهم حاجة. النهاردة هنتكلم عن الكوميونيكيشن سكيلز او السوفت سكيلز او الايثكس ان بيدياتريكس. والإيثكس هنا لا تعني ابدا اللي هو ان انت تبقى شاطر ومحترم ومؤدب، يعني تمام. لا، الإيثكس دي حاجه تانية خالص، وهتكلم معاكم في نقط كتير خالص. بص يا جماعه، هو طبعا الفتره اللي فاتت والفتره دي على طول، اللي هو الشباب بتوع اللي لسه متخرجين وخلصين امتياز بيختاروا التخصص بتاعهم، وكذلك الناس الاساسيين اللي واخدين التخصص. فتخصص الاطفال هو تخصص فريد شويه. ليه فريد شويه من نوعه؟ تمام. لان ببساطه المعتمد بشكل كبير جدا 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 على التواصل الجيد مع المرضى. في دكاتره كلكم عارفين كويس، ابتدى اساميها واسماء كبيره جدا جدا وما بتشتغلش كويس. ليه؟ لانها ما عندهاش قدرة جيدة للتواصل مع المرضى، والعكس صحيح. في أطباء ممكن علميا ما يبقوش أحسن حاجة، ولكن عندهم قدرة كويسة جدا على الكوميونيكيشن سكيلز. وأعتقد اللي فيكم بياخد زمالات وحاجات خارجية زي الزمالة البريطانية والكلام ده، الكوميونيكيشن سكيلز دي ده موضوع بيمتحن فيه. فالنهارده هنتكلم عن كذا حاجة وكذا موقف حضرتك بتتعرض له تقريبا بشكل يومي، ولازم تعرف ازاي تتعامل معاه بشكل كويس. يمكن النهارده مفيش طب قوي، انا بس في كلمتين هقولهم عن حاجة معينة كده، وده هيبقى في آخر الفيديو. تمام. طيب، الأول في أي يوم قابلت أي عيان، لازم أول ما تدخل عليه لازم تعرفه بنفسك. مفيش حاجة اسمها أنا بمر على الورد وأنا بقول لهم أنا الدكتور عشان لابس بالطو ولا عشان لابس سكراب وخلاص. لا، أنا فلان الفلاني بشتغل كذا. لو عندك البادج أهلا وسهلا، ما عندكش طز مش مشكلة. لو لابس السكراب ده حاجة كويسة أو البالطو، لكن لو مش لابس لازم أقول أنا مين. موضوع أقولها مين ده موضوع مهم جدا جدا. ببص في عين العيان أو عيان الأهل، صباح الخير أحمد جلال بيدياتريك أي سي يو. ما فيهاش اي حاجه. تمام. طب الناس، انت مكبر الموضوع ليه؟ لا، ده حضرتك دي بتسقط في اللجان. تمام. انا شخصيا كانت عليا كانت نيجاتيف كومنت عندي في اثناء امتحان الدكتوراه، لكن عامه ده هيحسن جدا من ان هم يسمعوك بعد كده. تبص في عين العيان، مش في الروجيتا ومش في مش في اللي انت بتكتبه. تمام. ده رقم 2. رقم 3، انا هتكلم النهارده عن مواقف كتير بتقابلنا تقريبا كل يوم، وازاي بنقدر نتعامل معاها وازاي نقدر نطلع منها. اول حاجه، ودي تقريبا بتحصل كتير، اخطاء التمريض او اخطاء الفريق الطبي او اخطاء الاطباء عامه. تمام. ازاي اتعامل مع اخطاء الاطباء حصل او اخطاء التمريض، سواء الاخطاء دي حصلت مني انا او حصلت من التيم بتاعي او حصلت حتى في مستشفى قبل كده، وانا وابتدى والعيان جاي لي وانا شايف خطأ فادح في الروجيتا اللي مكتوبه دي، خطأ فادح. تمام. رقم 1، انا لو مني او من التيم الطبي لازم نأدرس المشكله. يعني ايه؟ اول حاجه قبل ما تخش للعيان وتقول له المشكله حصلت كذا 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 كذا، لازم تعرف كويس جوانبها. يعني ما تسمعش منها من بعيد كده عنها من بعيد كده وتخش وانت لسه مش مدرك مين اللي غلط بالظبط. مثال، عند عيان وزنه 10 كيلو المفروض ياخد مثلا تبه كميه قد كذا من البرفلجان. تمام. راح واخد امبول كامل، وبتحصل تقريبا في كل مستشفى الموضوع ده، بيحصل كتير جدا 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 انه يحصل انه ياخد اوفر دوز من سام دراجز. تمام. طيب هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه. تمام. رقم 1، لازم اعرف المشكله فين. هل الدكتور هو اللي كتب البتاع ده غلط؟ تمام. اللي كتب الجرعه غلط، يعني الدكتور هو اللي حاسب غلط،
ولا التمريض هو اللي ما خدش باله وما بصش كويس وما بصش مكتوب ايه بالظبط ومكتوب ازاي، ولا الشباب او مثلا بتوع الصيدليه ولا حاجه تعاملوا مع البتاع غلط، ولا كان في كارلس اعرف المشكله فين. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تخش تقعد مع الاهل وتقعد تعرفهم بنفسك، تعرف هم مين. ما تروحش مثلا الاوضه فيها 15 واحد، خال المريض وعمه وبتاع ده، دي كانت جارته. لا لا لا، انا عاوز والد الطفل فين، مش موجود، والدته فين. تمام، ولو مش موجودين لازم تختار واحد كده بيفهم، انت حاسس ان ده هيعرف يتكلم معاك. تمام، وتقول له مساء الخير، انا فلان الفلاني وحصل واحد اتنين تلاته. لازم تقول انا حصل واحد اتنين تلاته، والمشكله اللي حاصله دي ما يبقاش بقى ساعتها احنا بنلوم حد، لا، المشكله اللي حاصله دي احنا بنتعامل معاها بالنسبه اداريا، عملنا واحد اتنين تلاته، وطبيا هنعمل واحد اتنين تلاته، وتبدا معاه واحده واحده. هيبقى تركيزك الاساسي، دي ما فيهاش هزار يا جماعه، تمام، ان تفضل ثقه العيان فيك، دي اهم حاجه، لان العيان لو فقد ثقته فيك بعد كده اي كلمه انت هتكتبها تقول لك اشمعنى وليه، ما هو ده زي الهباب اللي انتوا اديتوه قبل كده، ما هو طبعا، ما هو الزباله اللي انتوا كنتوا بتدوها قبل كده. وهيبدا طول ما انت قاعد تقول له لا بص، انت لازم تثق فينا، مش معنى ان احنا بني ادمين وبنغلط ولازم تثق فينا. تمام، واحنا عشان خاطر دي ما تتكررش تاني عملنا واحد اتنين تلاته. هو ملوش دعوه، ابدا ونهائيا بحاله الطفل عامله ازاي، سوري، انت هتعمل ايه اداريا؟ قول له انا هتصرف اداريا، يعني ما تقوليش مشي الممرضه دي، انا مش عايز اشوف خلقه امها تاني، مفيش حاجه اسمها كده. تمام، الدكتور ده مش عايز يمسك حاله ابني تاني، مفيش حاجه اسمها كده، دي بتاعتنا. تمام، لكن انت لازم تبقى مفهم الدنيا، ماشيه ازاي. طيب لو جالك عيان ومعاه روجيتا فيها كوارث، تمام، وانت عارف ان الروجيتا دي كارثيه، تمام، هتعمل ايه في الروجيتا الكارثيه؟ تمام، طيب اول حاجه، ارجوك امسك لسانك. ساعات بتبقى الواحد ما بيقدرش، مش هكذب عليكم، في حاجات مستفزه استفزاز رهيب. تمام، وبنفس الاستفزاز الرهيب يا جماعه، اللاكتوز انتولرنس ما بيخلينيش اوقف الرضاعه الطبيعيه، عشان بس ده يعني حاجه في الجنب كده. ها طيب، لكن بتبقى ساعات انت متنرفز، ازاي بيعمل كده؟ حلو قوي. تمام، تقول له بص يا فندم، انا هقول لك حاجه، يعني انا ليا بعض التعليقات على الروجيتا دي، لكن انا بعد اذنك همشي بالنظام بتاعي اللي هعمل واحد اتنين تلاته. يا فندم هو جاي لك ليه؟ ما هو جاي لك عشان يسمع النظام بتاعك، هو سبب ان هو جاي لك ان هو عايز يسمع النظام بتاعك. تمام، لكن ما ينفعش ان انا اروح قايل له ايه الهباب ده، ما انت هو انت رحت الجلال، هو جلال ده بيفهم حاجه، ده حمار. تمام، ده انا اللي ما كنت معلمه اساسا، ووالدتني والدته نفع. تمام، ده انت عارف ان كان النايب بتاعي ده، انا كنت بمسكه بمسح بكرامته الارض. ده اوعى ليه؟ لان ببساطه حتى لو انت بتكرهه، مش هكدب عليك، ما ينفعش تسويه المشاكل ما بين، ليه بقى؟ ليه بقول كده؟ لان بكل بساطه، يوم لك ويوم عليك يا باشا. النهارده انت انت اصطدت واحد، بكره هيصطادك، وخلينا نبقى صريحين، كلنا يا فندم بنعمل اخطاء وكلنا عندنا مشاكل. فارجوك اوعى تعلق على روجيت الزميل، وما قلتلكش مشي نفس الكلام، امشي انت بكلامك اللي انت شايف انه صح. تمام، يبقى دي رقم واحد، اخطاء الاخطاء الطبيه وطريقه التعامل معاها. ادرس المشكله، روح اعرف الاول المشكله، ادرس المشكله كويس واعرفها، وادرس ووصلها للناس، واقول لهم حصل واحد اثنين ثلاثه، وانا عندي جزء اداري هحقق فيه، وجزء طبي انا هحاول اصلح الامور، وتبدا تديله حتى اكسترا كير شويه عشان خاطر تحاول تظبط الامور. تمام، ادي النقطه الاولانيه. نقطه تانية من الحاجات اللي احنا بنشوفها دائما وابدا، اللي هي ايه؟ اللي هي العيان اللي عنده مصيبه سودة من الاخر، تمام، وانت اكتشفتها، مثلا عيان بيسخن كتير، فسحبت له سي بي سي لقيته لوكيميا، نهار اسود. تمام، عيان جاي بيتشنج، فانت قمت اكتشفت عليه بيتشنج في الطوارئ مثلا، ووقفت الكونفلجنز بتاع فيفر وكونفلجن، سحبت سي اس اف، لقيت السي اس اف نازل لك توربت، فهو ده غالبا ايه؟ مننجايتس. تمام، عيان جايه اديكي ايه؟ فيرست برزنتيشن. تمام، الحاجات اللي هي بتيجي في الطوارئ الثقيله دي، او حتى في العياده، بس بتيجي انت محتاج تبلغ بخبر سيء للاهل.
رقم واحد، اوعى تقول الكلام ده وانتوا واقفين، اوعى تقول الكلام ده وانتوا واقفين. رقم اتنين، طبعا تعمل الحاجات اللي انا اتفقت عليك معاها، اتفقت معاك عليها، تمام، اللي هي اللي هي تقول اسمك ايه، احنا لازم تقول اسمك ايه وتقول انت مين. انا احمد جلال بتاع الرعايه المركزه، دكتور الرعايه المركزه. والله احنا عندنا دلوقتي الطفل عنده حموضه بالدم وعنده سكر عالي. ايه سكر عالي؟ ليه سكر عالي ليه؟ ثواني بس اكمل كلام، تمام، وعنده كذا كذا كذا، ولازم تعرف انت بتكلم مين. يبقى رقم واحد، رقم واحد تهيئه الامور، تمام. يعني تعالوا ناخد مثال عشان ما ننساش، عشان ما ناخدش ما نضيعش، تمام. عيان كان جاي بقاله اسبوع بيرجع وسخن، ومش عارفين هو بيرجع سخن ليه. جم الطوارئ، انت قمت كشفت عليه وشفت السكر بتاعه، لقيت السكر بتاعه 450، وسحبت اي جي لقيت البي اتش 6 و9، فالعيان من الاخر بايكارب 3، العيان ده من الاخر دي كي. حلو جدا، هتعمل ايه؟ تاخد الاول فين يا جماعه، مين والده الطفل؟ مين والد الطفل؟ يا سلام لو والده يبقى احسن، والدته دي مش يعني، تمام؟ ساعات بتبقى ايموشنال شويه، بس يعني والده او والدته او حد انت، ولازم برضو عدد يبقى محدود. جاي معاه 15 واحد، مش هينفع تتكلم في وسط ال 15 واحد، مش هينفع يا فندم تتكلم في وسط ال 15 واحد، 15 واحد واقفين بيتكلم، هم ناحيه وانت ناحيه، هي مش هتوصل المعلومه وهتبقى كلها يو ار اتاكد. لا 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 لا، انا بس محتاج حد او اتنين يا جماعه لو سمحتوا، اقرب اقرباء، تمام، وتروح واخد بعضك. انا احمد جلال بتاع كذا كذا، بتاع الطوارئ، بتاع اي حد، تمام. ممكن نقعد في اوضه، نقعد في اوضه او في حته في الجنب، نعرف نقعد، تمام، ونتكلم وجها لوجه. بص يا فندم، انت حضرتك جيت لي وهو بيرجع وكذا كذا كذا، عملنا الحاجات الاوليه 1 2 3، وبعدين بالتحاليل بتاعتنا لقينا 1 2 3. ازاي وما ازاي؟ سيبهم يطلعوا البيك بتاعتهم تماما وبيصرخوا، ابني هيفضل طول عمره وعنده السكر وحرام وانسولين طول العمر. ما تقطعش السايكل دي، ما تقولهمش ماما ماما عايزه هنطلع الرعايه، ها معاك فلوس الرعايه ولا هنعمل ايه؟ اوعى، سيب السايكل تطلع وبعدين تبدا تنزل، وهي نازله ابدا اتكلم تاني. ما تسيبش برضه الايه الجاب طويله، يعني مثلا واحد هي ايه هيروح سايبهم نص ساعه وراجع لهم، طب يا جماعه هم نص ساعه بياكلوا في بعض، تمام، بياكلوا، هي خلاص الام دماغها، الواد هيموت، ده عنده السكر، ده سته ماتت بالسكر، ده مش عارف مين مات بغيبوبه السكر، هتجيب كل اللي عندهم مشكله بالسكر. لا اهدى، انت هم هتطلع وحاجات ايموشنال هتطلع وصريخ وعياط وبكاء ونحيب، سيب الحاجات دي تطلع لمده مثلا من 2 ل 3 دقائق بالكتير وانت ساكت. طيب نشوف بقى الخطوات يا جماعه نصلح بيها الموضوع ده. احنا عندنا مكان او ما عندناش، فرضا ما عندكش مكان في الرعايه، ماشي اوكي، او ما عندكش رعايه اساسا، اوكي، في خطوات انت لازم هتعملها، تمام. احنا ما عندناش مكان في الرعايه فهنحوله، بس لغايه ما نحوله احنا بنعمل 1 2 3 4، لازم تقول انت هتعمل ايه، تمام، دي حاجه مهمه، تمام، ادي رقم واحد. رقم اثنين، ودي نقطه يعني محوريه وهامه جدا جدا، تمام، ما ابتدى لازم تبقى مفهمهم. لو انت ما عندكش رد واضح وصريح هو الواد عنده ايه، لازم تقول لهم والله انا عندي واحد اتنين تلاته، وده ممكن يبقى كذا او كذا، ما تعملش، ما تحطش كل الديفرنشال دياجنوز، تمام، قول له والله ممكن كذا او كذا، واحنا كده كده بنتعامل مع كل الاحتمالات. عيان فيفر وذ كونفولجنس، ممكن يبقى منجايتس او انكوفاليتس او برين تيومر او فيبرال كونفولجنس او اي حاجه، كونفولجنز اوف فيفر ويز فيفر ده ابيليبسي اساسا، وهو فيفر ده عشان عنده اوتيتس ميديا، اي حاجه من الحاجات دي، تمام. طيب هتقعد تقول له بقى ديفيشن دياجنوز بتاعك، تمام، او ممكن يبقى بتاع ده حاجه من الحاجات اللي هو ابيليبسي سيندرومز اللي في ابيليبسي سيندروم، اي حاجه، تمام. طيب الكلام ده هتعرفه امتى؟ لا انا لسه قدامي 3 4 ايام، طب احنا هنعمل ايه في 3 4 ايام نتفرج عليه؟ لا يا باشا، تمام، انا بفترض ان هو اسوأ حاجه وعندي 1 2 3، ولازم كويس تبقى مفهم العيانين ان انا عندي انذر بلان، انا مش مجرد ان انا بقول خطه كده وانا همشي عليها وخلاص، لا يا فندم في فيرذر بلان، عندنا بلان ايه وبي وسي ودي، لو ما نجحتش ايه احنا عندنا لسه في حاجات تانيه، تمام. فرضا سحبت سي اس اف طلع كلير اهو، ما طلعش من جايتس اهو، تمام. لا يا فندم، ثانية، تمام، احنا قلنا ده أهم حاجة وده الأخطر وده اللي ممكن يموته خلال ساعات، فلازم نبدأ مرض حالا، تمام، ولازم ندي محاليل حالا، لازم ندي نبتدي نوقف التشنجات حالا، تمام، بس لكن ممكن يطلع آدم في الآخر. أوكي ماشي، أوكي، ده هيبان بالإم آر أي اللي هتعمل كمان 4 أيام. فاحنا الخطوة الأولانية نعمل أشعة مقطعية، بنسحب التحاليل بتاعتنا وبنتعامل معاه إن هو التهاب سحائي، تمام،
لازم تبقى انت عندك واضح وصريح. لو انت واضح وصريح من الاول غالبا الاهل مش هيتخانقوا معاك، تمام؟ وبرضه ساعات بيتخانقوا مش عليك، بس انا قصدي هتعرف تكونتين الموضوع، تمام؟ الكوميونيكيشن سكيلز مش مجرد مهمه يا جماعه، تمام؟ مش مجرد مهمه عشان هي حاجه لطيفه، تمام؟ دي اساس شغلك، انت من غيره مش هتشتغل، انت من غيره مش هتشتغل، تمام؟ طيب ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه او النقطه الثالثه، تمام؟ النقطه الثالثه ابتدى ازاي تتعامل مع الاهل المتشككين فيك دائما، تمام؟ هم دايما شاكين فيك، شاكين، عارفين انك لا انتوا مش تمام، انتوا بتنصبوا علينا، انتوا عاوزين فلوس وخلاص، او مستشفى حكومي، انتوا اساسا الاهمال هنا على طول، انتوا ما عندكوش بتاع، ما عندكوش، تمام؟ لازم تقعد وتقعد مع الاهل المتشككين بزياده دول، وتقعد تجيبهم كده وتقول لهم بص يا جماعه، انتوا عندكم حل من اتنين. انت لو رحت اي مطعم انت بتشوف المطعم من جوه، المطبخ بتاع المطعم شغال ازاي؟ لا، ما دام انت ما شفتش المطبخ بتاع المطعم شغال ازاي، مش معقول كل مطعم تخش المطبخ. انت سايب معايا ابنك، فانت لازم تثق فيه. لا انا من كتر شفته وما كنت انا عارف الدكاتره كلهم مش عارف يا فندم. لو مش واثق فيا خد ابنك وامشي، تمام؟ وانا هدور لك على مكان، لكن انت لازم تثق فيا، لازم تبص عليه كده، لازم تثق فيا، تمام؟ وانا عشان خاطر انت تثق فيا انا هقول لك انا هعمل ايه وبعمل ايه وبفكر ازاي. الموضوع ما فيهوش هزار يا جماعه، لازم نبقى لو انت مشيت بالخطوات دي هتبدا الناس تثق فيك، تمام؟ لو الناس مش واثقه فيك خلاص، تمام؟ مش هي يعني هنعمل ايه، تمام؟ الناس مش واثقه فيك، مش هتكمل معاك، ومش هت مش انت انت كمان مش هتكمل، هتفضل دايما بتحارب بطواحين الهوا. يا جماعه لازم الناس تثق فيك عشان الناس تقدر تكمل، عشان الناس الكلمه اللي انت بتقولها فعلا تلاقي اذن وصاغي. النهارده اتكلمنا عن حاجات، عن الكوميونيكيشن سكيلز، عن الايثكس. اتمنى لو هو فعلا مفيده بالنسبه لكم قولوا لي، ونكمل الجمعه الجايه يمكن بموضوع غالبا هيبقى طبي. اخر حاجه هقولها لكم او هتكلم معاكم فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه كان انتوا مره فاتت على الفيديو بتاع او اللايف بتاع الانتي ام ار اس اي او الانتي جرام بوزيتيف عامه، قلت له فين يا عم الترجوسيد التايكوبلانين، تمام؟ مع التايكوبلانين مش اف دي ابروفد، بيستخدم بس في يوروبا. انا ماي اكسبيرينس في التايكوبلانين از فيري باد. انا عارف ان انتوا كتير وبالذات اللي شغالين في الخليج هيقولوا لي لا او ما لا او مش عارف ايه وبتاع، تمام؟ انا عارف كده، بس انا ماي اكسبيرينس از فيري باد فيها، تمام؟ ادي رقم واحد. رقم اتنين، ودي نقطه مهمه جدا 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 وما فيهاش اي هزار، تبه الراينوسينوساتس يا جماعه ومعاها عينيه قافله، عينيه كبيره كده وقافله، تمام؟ يا جماعه ده اوربيتال سيلولايتس، دي حاله هوسبيتال، تمام؟ ما فيهاش هزار، ودي لازم تديها انتي ستاف انتي بايوتيك، انتي ستاف انتي بايوتيك. يا جماعه العيان اللي عنده راينوسينوساتس وعينيه ورمه، ده اوربيتال سيلولايتس، ما فيهاش هزار، ما تفوتوش الموضوع ده. الموضوع ده ممكن يقلب بكافيرنس سالنس ثرومبوزس والعيان ممكن يموت، ما تهزروش. ما تنسوش العين اللي عنده ساينوسايتس وعينيه قافله، خافوا منه جدا جدا جدا. شكرا، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا.